ألف مبروك لجمعية الفن مرور 50 عام على هذا المهرجان العريق المحترم، وشرف لي أن أنا أتكرم النهاردة في الجيل الذهبي للمهرجان. وبشكر أستاذ محمود عبد السميع الحقيقة على مجهوداته الكبيرة لاستمرار هذا المهرجان، ربنا يوفقك دايما. والحقيقة اختيار شعار المهرجان السنة دي اختيار رائع، تحيا المقاومة لتحيا فلسطين. إن شاء الله الدورة القادمة نكون مع بعض كلنا ونحتفل بانتهاء الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية بإذن الله. شكرا.